المدينة العاصمة الأولى للإسلام والمركز الأمني للمنطقة، يخرج منها الحسين عليه السلام متوجهاً إلى مكة المكرمة عقب موت معاوية. فما الذي دفع بالحسين إلى تعجيل الخروج؟ وهل كان أمامه فرصة للمناورة السياسية؟ مكة لم تكن مقصودة للإمام الحسين عليه السلام إلا باعتبار أنها محطة على الطريق ينتظر فيها مبادرة أهل العراق. هو يريد أن يبادر أهل العراق، ولكن موت معاوية وإرسال يزيد إلى المدينة الوليد بن عتبة لإجبار الإمام الحسين على البيعة ورفض الإمام الحسين البيعة، اضطر الإمام الحسين إلى أن يغادر المدينة باكرا. كما أن المشروع الأموي كان يريد الصدام مع الإمام الحسين، فكان يمكن أن تجهض الثورة الحسينية في المدينة، وإذا ما أجهضت في المدينة انتهت. وهو كان يريدها أن تكون في العراق، كان يقول ويردد لابد من العراق. السلطان الأموي في المدينة حينما دخل عليه الإمام الحسين لما طلب منه الوليد بن عتبة أن يبايع يزيد، قال له لننتظر إلى غد، أنا والناس آتيك، أنا والناس. الوليد بن عتبة قبل عرض الحسين عليه السلام. مروان بن الحكم قال له لا تدعه يخرج إلا أن يبايع أو تضرب عنقه. كلمة مروان بن الحكم أساءت للإمام، لم يستطع أن يتحملها الإمام فوقف وانتهى من لعبته السياسية. كان يريد أن يؤجل إلى الغد حتى إذا ما قال القوم مات معاوية يقول أنا الإمام، أنا الخير، بايعوني أنا. يعني سوف يعلن بيعته غدا. تخلى عن لعبته السياسية وعن مناورته واضطر إلى كشف أوراقه. التفت للوليد وقال له اعلم أيها الأمير أننا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا ختم الله وبنا ختم، ويزيد فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحترم، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون، أينا أحق بالبيعة؟ أعلن موقفه بجرأة وشجاعة وخرج مغادرا القصر. مروان عاتب الوليد، قال له ليش تركته يطلع؟ قال له ليش تركته يطلع بدون ما يبايع؟ ما كان لازم تقتله؟ فماذا قال له الوليد؟ قال الوليد بن عتبة يا مروان ويحي عليك يا مروان، إن قاتل الحسين خفيف الميزان غدا يوم القيامة. لماذا لم يقدم الوليد بن عتبة على تصفية الإمام الحسين عليه السلام قبل خروجه من المدينة بالرغم من قدرته على ذلك؟ وهل أعلن الحسين نيته للخروج علانية؟ وما قصة الخوف الذي اعتراه عند خروجه من المدينة؟ وبالتالي بقي الإمام الحسين ليلتين في المدينة. في الليلة الثانية يعني الأمويين عارفين أنه بعده بالمدينة، بعدين تهيأت نفسه للسفر من سهل. كانت قافلته 180 جمل، فتصوروا 180 جمل عم يرغوا وعم بتطلع منهم أصوات، والناس عم بتودع والناس عم بتحمل مي، وبالمئات الناس عم تجي وتودع، يعني مرتفع الضجيج. معقول الوليد بن عتبة والأمويين بالمدينة مش عارفين إنه هذه القافلة الضخمة اللي عم لو إنه بولمان إجا على حي من أحياء الضاحية وماخذ حملة على الست زينب الساعة 2 بعد نص الليل بفيق الضاحية كلها من الضجيج، ولم يأتي شرطي أموي لكي يمنعهم من الخروج. هذا يعني أن الوليد بن عتبة كان خائفا خوفا حقيقيا، وأنه لم يكن يريد تنفيذ أوامر يزيد بقتل الحسين إن لم يبايع،
والدليل على ذلك أنه بمجرد ما غادر الحسين عليه السلام المدينة جاءه عزل قرار العزل من يزيد، وعين عمرو بن سعيد الأشدق حاكما على المدينة لأنه مجرم دموي ناصبي يبغض بني هاشم، وعزل الوليد بن عتبة. كأي عمل اعتراضي يجب أن تبين الناس لماذا تعترض. وإلا اعتبر مخل بالأمن. كان أول شيء يجب أن يعمل هو أن تسمع الأذن المسلمة أن الحسين إنما أعلن خروجه على النظام وعدم اعترافه بشرعية النظام له أسبابه ريت تجعله أمر لزاما على كل مسلم. هو خرج من المدينة يردد قوله تعالى وخرج منها خائفا يترقب، قال نجني من القوم الظالمين على لسانه. هو يقول آية في القرآن، يردد آية في القرآن لها علاقة، أنه خرج أن كما خرج موسى من المدينة بعد أن قتل منهم نفسا، خرج موسى خائفا يترقب خائفا على دينه. الإمام الحسين يكرر الآية التي كان يذكرها التي ذكرت في القرآن، ولكن ذكر أن الإمام الحسين يكرر هذه الآية بدون ذكر المناسبة وبدون شرح المعنى وبدون تقديم الفصل والمشهد للسامع بشكل سليم أن موسى كان خائفا على دينه، خائفا على الدين، وأن الحسين حينما كان يردد هذه الآية كان خائفا على الدين. تركها بدون شرح يوحي للجمهور الذي لا يقدر الأمور ولا يؤول ولا يشرح ولا يحاول أن يستكشف بواطن ومعاني الكلمات، سوف يعتقد الجمهور أن الحسين عليه السلام خرج من المدينة خائفا. كيف كانت الأجواء السياسية السائدة في مكة المكرمة؟ ولماذا اختارها الإمام كمحطة انطلاق لمشروعه الثوري؟ مكة فيها خصوصية أن الحركة السكانية فيها متغيرة، يعني يأتيها يوميا مئات بل آلاف الناس بقصد العمرة، فالناس بتطلع طالعة فايتة على مكة بإعداد كبيرة. مكة كانت في موسم الحج، وكان في مكة كثير من الصحابة، وحينما وصل إلى مكة أول ردة فعل كانت أن ابتعد الناس عن عبد الله بن الزبير وأخذوا يحضرون مجالس الإمام الحسين. في مكة بدأ الإمام الحسين نشاطه التعبوي الإعلامي، كان يلتقي بالناس كل يوم، كان يجلس في المسجد الحرام كل يوم 125 يوم، احتك بكل الحجيج، كل الذين كانوا يحجون ويعتمرون شاهدوه ورأوه، وتركوا عبد الله بن الزبير الذي مل وضجر من ترك الناس له، فجاء وجلس مع الناس يستمع إلى الإمام الحسين عليه السلام. كل الناس التفتت إلى الإمام وجاءت تستمع إلى الإمام عليه السلام. كل الناس التفتت إلى الإمام وجاءت تستمع إلى الإمام. يسألونه لماذا أعلنت ما أعلنت؟ الرسائل تأتي من الخارج إلى الإمام، أيضا تسأل نفس السؤال. الإمام يراسل خصوصا الكوفة والبصرة باعتبار أنها هي التي ستكون موضع الصدام في المستقبل، هذا كله هدفه تكوين رأي عام.
بدون تكوين رأي العام المناسب للغرض السياسي لا لا لا, لا مجال للنجاح. 125 يوما قضاها الإمام الحسين في مكة، تلك الفترة التي تندر الأخبار حولها، فهل نجح في تشكيل رأي عام؟ وهل ترجم ذلك بزيادة عدد الملتحقين بقافلته المتوجهة إلى العراق؟ إمام لم يكن مهتما بأن يخرج معهم من مكة عدد كبير، لأن كان قصده أن يصل إلى الكوفة. مرماه كان يصل إلى الكوفة، والخروج من مكة بعدد كبير يستنفر ويستفز السلطة سيكون حائل دون وصوله إلى الكوفة. كان المهم أن يصل صوته إلى أبعد ما يمكن، طبعا ضمن الإمكانيات المتاحة. مثلا اليوم أنت تستطيعين بوسائل المعلومة أن توصل صوتك إلى كل العالم، يومها أن توصل صوتك إلى من الحجاز إلى العراق كان إنجاز كبير، ليس إنجازا سهلا أبدا. اختار الإمام طريق الحج الدولي لمسيره منطلقا نحو الكوفة، ذلك المسير الذي كان يسير بالتوازي مع خطاب إعلامي حدد مراحل المحطات الآتية. يعني قبيل انطلاقته من مكة أرسل إلى بني هاشم تلك البرقية المشهورة من الحسين بن علي إلى بني هاشم: من التحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح. من التحق بي استشهد، مش من التحق بي يعني أصبح شريكا في الحكم أو أصبح وزيرا معي في الحكم. يعني واضح أنه الفكرة الأساسية كانت هي فكرة الشهادة، حتى حينما جمع ثلة من أهل مكة في ليلة خروجه من مكة جمعهم. إذا يعني تأملنا في خطاب الإمام الحسين عليه السلام نلاحظ أنه كان يحدثهم عن الشهادة: ألا من كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإني راحل غدا مصبحا إن شاء الله. طيب هذه قبيل خروجه من مكة: ألا من كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا. مش ألا من كان يريد الحكم. يعني من الواضح أن الإمام الحسين عليه السلام وفي هذه الخطبة هو الذي تحدث فيها عن الموت. إني أرى الموت، كيف كان يرى الموت الإمام الحسين عليه السلام؟ الإمام الحسين عليه السلام في تلك الخطبة يشبه الموت بالقلادة في أو على جيد الفتاة، وهو الذي في تلك الخطبة يقول بأنه مشتاق إلى أسلافه اشتياق يعقوب ليوسف. الواضح أنه الإمام من البداية كان يتحدث عن الموت وبالتحديد عن الشهادة. هل تبدل خطاب الإمام وفق الظروف المستجدة؟ وكيف عكس خطابه التطورات التي بدأت بالظهور تباعا؟ أيها الناس، إنها معذرة إلى الله عز وجل وإليكم إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم، أن أقدم علينا فأنه ليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين صرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. خطاب الحسين، خطاب الحسيني هو قائم بنفسه وليس معرضا للتغيير بحسب الظروف القائمة. الخطاب هو الخطاب،
الطريق هو الطريق والمقصد هو المقصد دون أدنى تغيير. فالتغير الظاهري في الخطاب تابع للمناسبة وما تقتضيه من لياقة أو مدى استعداد السامعين لتقبل خطاب معين دون غيره. الخطاب الأول في شرف، حيث التقى بالحر بن يزيد الرياحي رضوان الله عليه، الذي كان من كبار القادة العسكريين للسلطة في الكوفة، وكان مكلفا بمهمة محددة، هي أنه وفريقه الذي كان بمقدار 1000 فارس عليه أن يمنع الإمام من الدخول إلى الكوفة. هذه الخطبة لا أظن أن الذي أملاها إلا أن الإمام سلام الله عليه رأى الوضع العسير الذي كان يعاني منه هؤلاء الفرسان تحت شمس الصحراء الحارقة والافتقار إلى الماء لهم ولخيولهم، فأحس بأنه يعني ربما هؤلاء يظنون أنه لو لم تأتي يا ابن رسول الله ما كنا نعاني هذا العذاب، فرأى ما لائق أن يوجه إليه كلام له صبغة اعتذارية، وإن كنت تكون هذه الصبغة ليست حقيقية، ففي النهاية الذي أرسل هؤلاء دون أن يزودهم بالأزواد والمياه وتحت كما قلنا شمس آخر الصيف أواخر الصيف الحارقة هو المسؤول عما يعانونه الآن. بعد صلاة الظهر يلقي الإمام الشق الثاني من خطابه، فما الذي طرأ على بيان الإمام ليتحول إلى الإعلان عن مسؤولية الناس في هذا التحرك؟ أيها الناس، إنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان. وإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت علي به رسلكم انصرفت عنكم. عاد الإمام إلى الكلام الذي ينبغي أن يقال، وهو ما معنى خروجه وما تكليف الناس إذا خروج. هو عليها أن يخرج لأسباب واضحة، ولكن تكليف الناس أن يلاقوه في منتصف الطريق، فإذا لم يفعلوا يسقط التكليف عن الإمام، وهو يركز على واجب الناس في تغيير السلطة إذا رأوا أن من يستلم السلطة الآن لا يقيم العدل بين الناس ولا يحكم بأحكام الله. تطور جديد حمله الخبر الذي تلقاه الإمام الحسين في زبالة، الأمر الذي أدى إلى بيان جديد سيفرق العشرات من حوله. أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا بقول، كان على الله أن يدخله مدخله. خلال مسيرة الإمام الحسين عليه السلام في زبالة كثير كان واضح الإمام الحسين عليه السلام، حينما جاءه نبأ سقوط الكوفة واستشهاد مسلم
خرج وأخبرهم بشكل واضح: لقد جاءني خبر فظيع. خرج بوضوح وقال لهم: لقد جاءني خبر فظيع، لقد قتل مسلم بن عقيل. ووقتها طلب من الناس أنه من أراد أن يرحل فليرحل، يعني كان شفافا جدا. وفي ليلة العاشر من محرم كلنا نعرف بأن الإمام الحسين عليه السلام قال لهم: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملة. يعني كان واضحا وكان شفافا في أن مساره هو مسار الشهادة، لأنه كان يرى بأن الشهادة هي ليست عملية انتحار بحسب المصطلح اليوم، وإنما هي عملية يهدف منها إلى إيقاظ عقول الأمة وقلوب الأمة، وإلى يعني إحياء الإسلام. الإمام الخميني عنده عبارة كثير لطيفة بيقول إنه الإمام الحسين عليه السلام أولد الإسلام ولادة ثانية. النبي أولده ولادة أولى، الإمام الحسين أولده.